إذن هذه الصور التي رأيناها قبل قليل كانت تظهر معدات عسكرية، مركبات ومدرعات تدخل إذن إلى مناطق معينة في خاركيف. وطبعا مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها الرابع وسط معارك عنيفة ومع زيادة الاستعدادات الأوكرانية، وإعلان كييف عن تفعيل منظومة جديدة للدفاع الجوي في أوديسا، وبالتزامن أيضا مع حملة روسية ضخمة للسيطرة عليها، مصادر أوكرانية حذرت من أن موسكو دفعت بإرتال عسكرية جديدة تضم دبابات ومدرعات نحو كييف العاصمة. قامت أيضا بعمليات إنزال على بعد 29 كيلومترا من كييف ودوليا جرى التوافق على إخراج مصارف روسية من نظام سويفت. كما أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة وألبانيا طالبتا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم بهدف تبني قرار يطالب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد دورة خاصة غدا، بينما يعقد وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا عبر الفيديو اليوم لتعزيز الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي.